السلام عليكم. ماذا تعرف عن الفاسد البعثي وائل عبد اللطيف؟ مهرب للنفط بالتعاون مع المجرم عودي. بعد 2003 نزع جلده لينتقل إلى قائمة أخرى. في عام 2016 قام نجله بتزوير 8 مليارات دولار من مصرف الرافدين فرع الوزيرية. قام القاضي الفاسد بتبرئة نجله، يظهر الآن في الفضائيات متحدثا عن مكافحة الفساد، وهو من أبرز رموز الفساد في محافظة البصرة. وائل عبد اللطيف رجل الفساد والنفاق. إنه رجل الفساد والنفاق في العراق.